السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب السنغال أليو سيسي بعد فوز الخضر اليوم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا فاز اليوم المنتخب الوطني الجزائري اليوم أمام منتخب السنغال بطل إفريقيا، وهذا في مباراة ودية بملعب السنغال بدكار بهدف دون رد من تسجيل فارس شيبي. وبعد نهاية المباراة قال مدرب السنغال: اليوم كنا في اختبار حقيقي أمام منتخب الجزائر، وهذه المواجهة ستفيدنا كثيرا في قادم المواعيد. وأضاف مدرب منتخب السنغال أليو سيسي: في مبارياتنا أمام الجزائر دائما ما تكون قوية، والغلبة دائما ما تكون للجزائر. كما ختم أليو سيسي بكلامه: صراحة لم نكن نتوقع الهزيمة على أرضنا وأمام جماهيرنا، ولكن هذه هي كرة القدم، والجميع يعلم قوة المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة. وأنتم مشاهدينا الكرام، شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص هذه المباراة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.